سأل رجل حذيفة رضي الله تعالى عنه: هل أنا من المنافقين؟ وذلك أن حذيفة كان عنده أسماء المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تصلي إذا خلوت، وتستغفر إذا أذنبت. قال: نعم. قال: إذا فما جعلك الله منافقا؟ فإذا كانت الصلاة ليست فقط أمام الناس، بل في الخلوة والسر أيضا، والاستغفار عند الذنب، هذان من أعظم الوقاية من النفاق.